كابتن احمد، يمكن قصه اللعب من غير مهاجم بقت ازمه في تيم نادي الزمالك. شايف ان ما ينفعش نادي الزمالك يلعب من غير فيرويد؟ طيب مبدئيا كده انا بحيي كابتن معتمد جمال، لان انا بحترم جدا المدير الفني اللي بيبقى فيه طريقه لعب بيبدا بيها المباراه او بلان بيبدا بيها المباراه وليها مشتقات او بيغير طريقه اللعب خالص. فهستاذن حضراتكم، بس انا جايب مجموعه من الاحصائيات يحضروا لنا لو الحالات دي جاهزه، يحضروا لنا بس الاحصائيات على بال ما انا اتكلم عن طريقه اللعب. يمكن احنا بدانا المباراه بطريقه 3 4 3 مع اول تغييرين عملهم نادي الزمالك بنزول عمر جابر وسامسون، تحولت الطريقه الى 4 2 3 1. مع التغيير اللي بعد كده بتاع ناصر منسي تحولت الطريقه الى 4 4 2. مع اخر تغييره بتاعت محمد اشرف رؤى تحولت الطريقه الى 4 3 3. فالمدير الفني الجيد هو اللي بيقدر يتعامل مع مجريات المباراه ومتغيرات المباراه من خلال تغيير طريقه اللعب المناسبه للقسم اللي قدامي. فده انا شفته النهارده خلال 90 دقيقه، اربع طرق لعب مختلفه. في النهايه انت وصلت للمردود اللي انت عايزه. ممكن الناس تكون شايفه ان الكوره جت من كورنر، ولكن وجود لعيبه الزمالك في الثلث الهجومي هو اللي خلى يبقى في كورنر. وجود لعيبه الزمالك في الثلث الهجومي بزياده عاديه خلى ان في واحد زي اوباما يبقى عنده فرصه ان هو يطلع لوحده يجيب جون. فالقصه مش ان انا بشوف ان الجون جه من كره ثابته او الجون جه من كورنر، لا، هي الجون جه من كره ثابته او من كورنر لان انا عندي تواجد هجومي في الثلث بشكل كويس قوي قوي. مجموعه الاحصاءات اللي انا جايبها لحضراتكم يمكن سريعا كده، نادي الزمالك نسبه الاستحواذ في المباراه اللي الناس شايفاها بشكل كبير جدا كانت 81% مقابل 19% لفرقه ابو سليم. اجمالي التسديدات لنادي الزمالك كانوا 9 تسديدات مقابل تسديدتين فقط لفرقه ابو سليم، وما عندناش الا فرص كبيره واحده. والحقيقه عدد التمريرات كان عدد قياسي ب 642 تمريره مقابل 102 تمريره. انت متخيل يعني 6 اضعاف. انت النهارده مررت الكوره في المباراه 6 اضعاف فرقه ابو سليم الليبي. يمكن علينا 9 مخالفات و17 مخالفه على ابو سليم الليبي. نجيب السلايد اللي بعدها، الرواية اللي بعدها، تسديدات نادي الزمالك كان فيه 6 تسديدات بعيد عن المرمى، وده شيء سيء جدا وشيء سلبي. تسديدة واحدة بس هي اللي كانت اون تارجت او داخل المرمى يعني. يمكن فرقة ابو سليم برضو سددت تسديدة واحدة جت في العرض. يمكن في اجمالي التمريرات بقى مكانهم فين. تمريرات نادي الزمالك كان في 191 تمريره في النصف الخلفي عن طريق الدفاع، هو اللي كان بيمرر الكره بدون ضغط فرقه ابو سليم، و451 تمريره في الثلث الهجومي يعني فرقه ابو سليم. ولكن زي ما قلت لك قبل كده خلال الشوط الاولاني هو اوباما كان جاب الدفاع بتاع ابو سليم لحد بره ال 18 بتاعهم، فكان مضايق مساحه اللعب، انت مش قادر تصنع ده. لما الشوط الثاني لعيبه نادي الزمالك لعب بفرود او باثنين، فعمل ايه؟ عمل ان هو وسع مساحه اللعب ما بين المدافعين بتوع نادي الزمالك ومنطقه صناعه اللعب بتاعت نص الملعب والمهاجمين بتوع نادي الزمالك. يمكن احصائيات الدفاع بقى، نادي الزمالك افتك الكرة 10 مرات مقابل 9 لابو سليم. مفيش صد ركلات، ابعاد الكرة 38 كرة راحت ناحيه مرمى ابو سليم الليبي. المبارزات الارضيه 49 نادي الزمالك 33 لابو سليم الليبي. مبارزات الرابحه الزمالك خد 37 مبارزه ما بينه وما بين فرقه ابو سليم الليبي مقابل 23. يمكن تقييم اللاعبين بقى، هنشوف تقييم اللاعبين مين احسن لاعب النهارده في المباراه، وخد اعلى تقييم وهو محمد عبد الشافي ب 8.3. وبعد ما اخلص دي هقول ليه عبد الشافي. انا جايب تحليل لاداء عبد الشافي رقميا، عمل ايه خلال المباراه، اتحرك قد ايه، عمل كام باص صح، قطع كام كوره. ولكن يمكن تاني واحد في تقييم اللاعبين احمد سيد زيزو، والثالث يوسف اوباما. اجمالي تسديدات نادي الزمالك النهارده كانوا حوالي 7 تسديدات، شيكابالا سدد 3 تسديدات، احمد سيد زيزو 2 تسديدتين، ودونجا تسديدتين. التمريرات الناجحه عبد الشافي عمل 93 تمريره بنسبه 89%، ودي نسبه كبيره جدا جدا جدا. مع في نفس الوقت برضو انا عايز اتكلم عن دونجا، ان هو واحد من الناس كانت بتنتقده بشكل كبير قوي في الاول، ولكن انا بشوف ان مستواه بدا يعلى بشكل كبير، مع كمان انه يبقى عنده حد في نص الملعب بيلعب رقم 6 جنبه قوي بيقدر ان هو يسنده، بيقدر ان هو يساعد في قطع الكرات وتسليمه الكرات. فانا شايف ان دونجا مستواه بدا يعلى بشكل كبير قوي. زي ما قلت لك عمل 89 تمريره صحيحه، ويجي بعديه حمزه المسلوسي ب 75 تمريره. يمكن المراوغات سامسون نزل عمل مراوغتين ناجحتين، يعني الكورتين اللي جات له رقصهم وعدى بيهم. عبد الشافي عمل مراوغه واحده ناجحه والمراوغه الثانيه اتقطعت. افتكاك الكوره اكتر لعيب قدر ان هو يقطع الكوره من الخصم النهارده هو نبيل عماد دونجا بثلاث كرات قطعهم من الخصم. قلت لك هو محمود علاء بيعمل ايه؟ محمود علاء بيستلم الكوره بدل ما بيطلع بيعمل بيلد اب على اللعيبه الاثنين بتوع نص الملعب، لا هو اوريدي بيكمل شويه بعد نص ملعبنا وبيلعب كوره طويله في ظهر المدافعين زي ما كان بيعمل اشرف بن شرقي بالظبط. هتلاقي 80% من خطوره اشرف بن شرقي لما كان موجود في نادي الزمالك كان سببها مين؟ محمود علاء. فهو مفتاح لعب غير مباشر جيد جدا جدا لنادي الزمالك. كريم، شايف مين من لاعبي فيوتشر ياخد باله منهم قوي كابتن معتمد جمال، نقاط القوه في فيوتشر في
في المباراه اللي جايه. عمر كمال طبعا. عمر واحمد عاطف بس عمر اكتر. عمر كمال لعيبه عنده مرونه كبيره جدا، يعني بيشتغل باك رايت بشكل كويس وينج رايت بشكل كويس. من اللعيبه القلائل جدا في الكره المصريه اللي بيعرف يطبق وجبات هجوميه وجبات دفاعيه، وفاهم يعني عنده مخزون مرجعيه من مبادئ مفاهيم قواعد بيعرف يطبقها بشكل كويس جدا. فده اهم لعيب بشوفه. جوناثان برضو يعني باك ليفت، بس هم عندهم الاطراف بتاعتهم قويه جدا. كابتن معتمد لازم تفكر النهارده هيتعامل ازاي. بتتكلم في عمر كمال وجوناثان، يعني اي فريق في الدوري اي فريق في افريقيا يتمنى اثنين باكين بالقوه دي على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي كمان. النهارده كابتن احمد دايما بنشوف الكوره نشوف لعيبه على المستوى الهجومي، يعني علي معلول على المستوى الهجومي كويس جدا بس عنده مشاكل كبيره جدا دفاعيا، لكن يكون عندك باكين جامدين جدا على المستوى الهجومي جامدين جدا على المستوى الدفاعي دي مش متواجده بشكل كبير. احمد عاطف وبيشتغل في المساحات بشكل كويس، ودايما كل المدربين يعني علي كابتن علي ماهر او مدرب متواجد في الفتره الحاليه المدرب البرتغالي بيقدر يشتغل احمد عاطف بشكل كويس وبيفضي له دايما مساحات وبيلعب في ظهر المدافعين دايما لونج بول في ظهر المدافعين. احمد عاطف بيقدر يشتغل فيها بشكل كويس، وعنده ميزه انه بياخد الكره دايما يروح دايركت على الجول. يعني احمد عاطف شتيه كتير بيعك الكره، لا اول 3 4 خطوات كده عنده شورت سبرنت او الستارت بتاعه بيعمله بشكل كويس جدا. فكرني بكابتن عمرو زكي في الحته اللي بياخد الكره ويزقها على طول هاجمها. لا صح كده. حتى حصل في كاس الامم الافريقيه الجون دايما كنا بنقول هو المهاجم اللي بياخد اقصر تيل الجون. مين الهجامين دول وبيدور على ايه؟ بيدور على ان هو ازاي ياخد النقطه دي من النقطه اللي هو فيها النقطه للجون في اقصر وقت ممكن. فبشوف ان احمد عاطف برده من اللاعبين اللي لازم ناخد بالنا. يعني شايف ان كابتن معتمد هيحاول ينزل بخط الخلف شويه، مش هيقف او يتمركز بالخط الخلفي في مناطق عاليه في الملعب عشان ما يسيبش 20 متر مثلا احمد عاطف يعرف يتحرك فيهم. فلازم اللعيبه تاخد بالها واللعيبه تبقى عامله حسابها، او ما يبقاش في حد عليه ضغط من اللعيبه اللي معاه الكوره لازم ترجع 3 4 خطوات عشان تضيق المساحه شويه ما بينك وما بين عواد، او ما بين المساحه اللي تبقى في خط ظهرك عشان عاطف هيعمل مشاكل، لان هو دايما في ماتشات الزمالك بيعمل مشاكل للزمالك. يعني كابتن احمد حابب تقول اي حاجه تاني في النهايه؟ حابب اقول ان الماتش بتاع فيوتشر ده ان شاء الله هيبقى بدايه انطلاق محلي لنادي الزمالك. كلنا ثقه في لعيبه نادي الزمالك، في الجهاز الفني نادي الزمالك، في اداره الكوره في نادي الزمالك ومجلس الاداره. واخيرا شكرا 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 جماهير نادي الزمالك العظيمه اللي انا بشوفها في كل المواقف، هي رقم واحد، هي سبب الداعم الرئيسي. يمكن النهارده حصل معايا موقف انا شخصيا وانا معدي عند النادي الساعه 7 الصبح، الناس قاعده مستنيه الباصات بتاعه نادي الزمالك اللي هتوديهم ماتشات. فجمهور عظيم، جمهور مش موجود في الدنيا كلها. حقيقي لازم احيي جماهير نادي الزمالك واديهم حقهم في دعمهم الكامل ورا الفرقه والسفر في كل حته ورا نادي الزمالك، وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. كابتن احمد شرفتنا ونورتنا. يا احمد انا سعيد انا دايما معاك حبيبي. شكرا. شرفتنا ونورتنا يا كريم. ايوه الحمد لله انا كنت سعيد متواجد معاك ومع احمد ومع جمهور الزمالك اللي انا يعني بصراحه فخور بيهم وان انا واحد منهم يعني. شكرا جزيلا. كان مشرفنا ومنورنا الكابتن احمد عباس كابتن بيبسي، شرفنا ومنورنا نجم التحليل في مصر، وكابتن كريم محمد شرفتنا ونورتنا. انتهت حلقتنا من زملكاوي على ملقاء، ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي. الى اللقاء.